قال البيت الأبيض إن المعلومات عن استعداد الولايات المتحدة لنقل سفارتها لدى دولة الاحتلال من تل أبيب إلى القدس هي معلومات سابقة لأوانها. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز لأنها معلومات سابقة لأوانها وأنه لا شيء مؤكد حتى يتم إعلانه في هذا الإطار. يأتي هذا الموقف بعد أيام من إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر فعليا بنقل السفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال من تل أبيب إلى القدس.